تمكنت عناصر الفقه الجنائية التابعة للمصلحة الولائي للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت وفي عمليتين متفرقتين من توقيف 5 أشخاص مع حشد أسلحة بيضاء. العملية الأولى تمثلت في عملية اختطاف تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، راح ضحيتها شخص من طرف جمعية أشراف متكونة من 5 أشخاص. تم تكثيف عملية البحث والتحري لتحدد هوية المشتبه فيهم ومكان وجود الضحية ليتم تحريره وتوقيف 3 من المشتبه فيهم. العملية الثانية تمثلت في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، والتي راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر. تعود وقائع القضية لشجار وقع بأحد أحياء مدينة عين تموشنت، أين تعرض الضحية لاعتداء بوسط سلاح أبيض من طرف شخصين، واللذين تم توقيفهم مباشرة من طرف عناصر ذات الفرقة.